بعيداً عن أنظارنا تختفي حدائق المرجان الساحرة تحت أمواج المحيطات والبحار منذ آلاف السنين. ويعد القرآن الكريم من أقدم المراجع التي ذكرت هذه العجائب الطبيعية، كما في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. الشعاب المرجانية مهمة بالنسبة لقيمتها البيئية والاقتصادية، وخاصة للصيادين وللسواح، فهي موطن لتكاثر الأسماك، وكذلك الملجأ الأول والأخير لمعتادي ومحبي رياضة الغوص. وليس ببعيد من هنا يقوم فريق من الباحثين من جامعة نيويورك بدراسة حول تكاثر ونمو الشعاب المرجانية، معتمدين بذلك على ألواح طينية صغيرة لاستدراج صغار المرجان للاستقرار عليه. تمثل الحيود المرجانية في عمان مصدراً طبيعياً ثميناً جداً، لهذا فإن خسرنا الحيود المرجانية فإن خسارة عمان ستكون كبيرة جداً. أردت المجيء إلى جزر الحلاميات لأني كنت أغطس في مصر التي اكتظت مياهها بقوارب الغطس، وإنها لفرصة واحدة من المليون أن تجد نفسك في مكان مثل جزر الحلاميات. يحتاج المرجان في عمان إلى المزيد من الحماية، لأنه رغم تخصيص محميات لبعض منه فإن هناك حاجة لتقوية تلك الحماية لتشمل مناطق أخرى غنية بالمرجان، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لحماية التراث الطبيعي العماني للأجيال المقبلة. وإنه لمن المريح تسجيل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة والشؤون المناخية في الحفاظ على الثروات البحرية من الاندثار، ويبقى الأمل في أن يتوصل الصيادون والغواصون والقائمون على السياحة إلى التعايش في تناغم، وإلى تقدير القيمة الكبيرة لحدائق المرجان في سلطنة عمان.